السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة استرجاع الصور من على الموبايل بكل سهولة، بطريقة سهلة جدا، بسيطة جدا، بطريقة مش محتاجة أي احترافية، وفي نفس الوقت طريقة بتدي نتيجة ممتازة جدا جدا. طبعا قبل ما نشرح، أتمنى تعمل لايك للفيديو علشان تشجعنا، وكمان تشترك على القناة وتفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. بنروح على المتجر، نفتح المتجر، ومن المتجر بنبحث عن كلمة ديسك ديجر. لو أنا عملت كده زي ما احنا شايفين اهي، ديسك دي اي اس كي، اللي هي الديسك ديجر اللي قدامنا دي، بضغط عليها. منها بلاقي ده شكل أيقونة التطبيق اللي معانا، بضغط على كلمة تثبيت. زي ما احنا شفنا تم تثبيت البرنامج بسرعة، بضغط على كلمة فتح. كل اللي انا بعمله بدء مسح الصور الاساسي، شايفينه بدء مسح الصور الاساسي، شايفينها دي، بضغط عليها اقول له سماح، بيبدا عمليه بحث على الجهاز عندنا وبيشوف الصور الموجوده ويمكن استعادتها، هيجيب لك العدد في النهايه. نصبر عليه شويه على حسب طبعا المساحه عندك. تم هنا اكتمل المسح، وقال لي ان عثر على اكتر من 3000 صوره او ملف قبل الاسترداد. اضغط موافق، تقدر من هنا تصفح الصور اللي عندك، تقدر تشوف الصور دي. تقريبا معظم الصور اللي كانت موجوده على الجهاز، وليكن انا عايز اشوف صور قديمه شويه، دي معظم الصور موجوده على الجهاز. لما هتنزل تحت هتلاقي صور تانية كانت موجودة على الجهاز، كل ما تنزل كل ما هتلاقي صور قديمة تم مسحها من أي بقى تطبيق، من أي من ال سواء من التطبيقات أو من أي من داونلود، من الكلام ده كله. تمام، أنت بتعلم على اللي أنت عاوزه وتعمله استعادة. طبعا بلاش تعلم على الكل، أنت ممكن تضغط هنا كده وتقول له تحديد الكل. تمام، ولكن احنا هنخليها ان انا ادور على حاجات معينة انا محتاجها وبدور عليها، تألف الصور. انا دلوقتي بألف الصور، تنزل اي حاجة من دول او تجيبهم بتعلم عليها، ولكن انا عايز اجيب دول مثلا، بتعلم على الصور زي ما انت شايف كده، بعلم عليهم اهو كده مربعات دي، وبضغط على كلمة استعادة. تمام، وممكن احفظ على الدروب بوكس او على الجهاز، او احفظ الملفات على موقع، او احمله على اف تي بي، ولكن اختار اول واحدة معانا اللي هي مستحسن، اضغط عليها. وبيقول لي ابعت الصور دي فين، اقدر ان انا ابعت الصور دي. انا دلوقتي حفظتها اهوتي على جوجل درايف، بقول له حفظ. تم خلاص ارساله من جوجل درايف، اقول له شكرا. زي ما احنا شايفين الصور هي موجودة على جوجل درايف. انا بعد كان شرح سريع وسهل لطريقة استرجاع الصور من على الجهاز عندك بكل سهولة باستخدام برنامج ديسك ديجر. اتمنى يكون الشرح واضح وسهل. لو في استفسار اتمنى اشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز يفيد بيه غيرك اعمل له مشاركة. لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر، اتمنى تكون مشتركين معانا. متنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا، علشان تشجعنا على المزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.